السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ترك إنسان بعض الصلوات المكتوبات ثم تاب من ذلك فهل يلزمه أن يقضيها؟ إذا ترك إنسان بعض الصلوات المكتوبات، إذا تركها متعمدا لا يقضيها، ما ورد أنه يقضيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فدل على أن من تركها متعمدا لا يقضيها، لكن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة، لأنه بتركه إياها متعمدا كفر. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.